سآخذكم في رحلة عبر الزمن لنكتشف ذلك، هيا بنا. لكل اختراع بداية. قام الإنسان بالرسم على الواجهات الصخرية. أملتها الحاجة أو حتمتها الظروف. نجح ماكاي في إنتاج أفلام عالية الجودة. يعود الفضل للأمريكي إلدي سيجار في ابتكار هذه الشخصية. كيف صنعت؟ تمكن هذا المخترع من تطوير الدراجة الهوائية، وذلك عبر تركيب مقود لها يصل بين عجلتين. وكيف خدمت البشرية؟ هل تعلمون ما هو القاسم المشترك بين كل تلك الشخصيات؟ ما الحكاية؟ يأتيكم في الأوقات التالية على 4Kids.